الصحة والجمال لون جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مشاهدينا في كل مكان. حلقة جديدة وقت الصحة. حلقة النهاردة بتهم كتير من الناس وبيعاني منها كتير من الناس. كلامنا هيكون عن الفم والأسنان. لو جينا نتكلم عن الأسنان هنقول حاجات كتير قوي، لسه عندنا أسئلة كتير واستفسارات محتاجين إن احنا نعرفها. كل ده وأكتر هنعرفه مع دكتور مصطفى محمود، أخصائي جراحة الوجه والفكين. برحب بوجود حضرتك معانا النهاردة يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. ربنا يخليك. يعني يا دكتور، حابب أبدأ مع حضرتك يعني بحاجة بتسبب مشاكل كتير قوي، وهي المفاهيم الخاطئة للناس عن الأسنان، زي مثلا عدم الاهتمام بالأسنان اللبنية. والله أنا حابب أقول لحضرتك حاجة، يعني أنا حابب أصحح مفهوم أصلا وخطأ أكبر من ده شوية. تمام. إن أصلا الناس بتهتم بالسنان بعد ما تطلع. لكن المفروض أصلا الاهتمام يبدأ قبل السنان ما تطلع. هتسألني إزاي؟ في مرحلة الحمل. في مرحلة الحمل. لأن السنان أصلا بتبدأ تتكون والطفل لسه جنين في بطن أمه. فالسنان دي لو اتكونت بشكل سليم أكيد هي هتبقى صحتها أفضل من إنها تتكون بشكل مش سليم. إزاي تتكون الأسنان بشكل سليم؟ إن الأم الحامل نفسها تهتم بصحتها هي وتتناول الأغذية اللي هي أصلا يعني إيه تبقى غنية بالكالسيوم، عشان أقدر إن أنا أبني أسنان سليمة. عشان كده بعد كده ابدا اهتم بيها. بتبدا من رعايه الام، من رعايه الام نفسها في اثناء فتره الحمل. تمام. واهتمامها مثلا بالفيتامينات والحاجات المالتي فيتامينز والحاجات اللي بتاخدها اثناء الحمل، اللي فيها حاجات غنيه بالكالسيوم واطعمه كمان غنيه بالكالسيوم، اللي بيها السنان تكون يعني ايه تطلع سنان سليمه صحيحه. يعني يمكن يكون عدم الاهتمام يا دكتور بنشوفه في كتير من الاطفال في سنهم الصغير، ان الاسنان اللبنيه بتكون مش مظبوطه عندهم. تمام. هي دي برضو من ضمن الاخطاء برضو الشائعه، ان زي ما قلت لحضرتك الاهتمام بالسنان اللبنيه مش موجود. الناس بتقول دي سنان لبنيه وهتبدل. لا، السنان اللبنيه مهمه جدا، ده مترتب واهميتها يعني السنان اللبنيه مهمه جدا واهميتها من اهميه السنان الدائمه بالظبط، لان هي زي ما قلت لحضرتك يعني ايه دي دليل جايد. يعني السنه اللبنيه دي اللي موجوده دي في مكانها هي دليل وجايد للسنه اللي طالعه بعد كده الاسنان الدائمه. يعني الدائم دايما السنان الدائمه لما بتيجي طالعه بالظبط كده كانه واحد تايه في الصحراء. هو محتاج دليل يدله على المكان اللي يوصل يطلع فيه. تمام. لان كل سنه لبنيه ليها حاجه اسمها بريد السيسور، اللي هو الحاجه اللي بتطلع بدلها، يعني هي زي اساس اساس بالظبط كده، فلازم الاهتمام بيه. وبيبدا كمان من مرحله الحمل عند الام، مرحله الحمل وبعد الولاده، حتى قبل السنه ما تطلع. تمام. يعني مرحله ما بعد الولاده حتى قبل ظهور السنه. طب احنا ممكن نلحقها مثلا لو الام مثلا ما كانتش عامله اهتمام قوي بنفسها في مرحله الحمل، هل ممكن احنا نلحق ده في مرحلة بعد الأسنان اللبنية وتطلع؟ طبعا. تمام. لأن الأسنان الدائمة كمان، أنا بقول لحضرتك ما هي الأسنان اللبنية والأسنان الدائمة بتيجي بعدها. الأسنان اللبنية خلاص يعني لو أنا ما لحقتش أهتم بيها ههتم بيها وهي موجودة. لكن في أثناء فترة الأسنان اللبنية ما هي موجودة الأسنان الدائمة بتتكون جوه. فهنا ممكن أنا لو أنا ما لحقتش أهتم بالطفل في أثناء فترة الحمل وما اديتش الأم الكالسيوم الكفاية اللي هو بيه تبقى هي الأسنان اللبنية صحية، فبالتالي الأسنان الدائمة تطلع صحية وكويسة، أهتم بالأسنان الدائمة في اثناء تكوينها بقى. تمام. اللي هي بتتكون يعني ايه يعتبر بعد الولاده على طول تبدا تتكون. تمام. يعني هي دي المرحله الاساسيه. المرحله الاساسيه. تمام. طب نخش النقطة تانية يا دكتور، وحاجه يعني بيعاني منها كتير من الناس وبتسبب قلق وفزع لكتير من الناس، وهي نزيف اللثه. نزيف اللثه. بص هقول لحضرتك الحاجه، موضوع نزيف اللثه دوت موضوع متشعب شويه، يعني هو الناس ايه برضو يعني متخيل ان نزيف اللثه ده حاجه واحده، لا، نزيف اللثه ده اصلا ليه اسباب كتير. الاسباب دي بتنقسم لجزئين، حاجه اسمها سيستميك ولوكال، يعني اسباب موضعيه واسباب في الصحه العامه للجسم كله. تمام. الاسباب الموضعيه طبعا اولها الجير اللي هو الكالكرس، نتيجه لعدم تنظيف الاسنان بشكل منتظم او عدم الاهتمام بالسنان، بتلاقي ان الايه بتلاقي ان في جير بيتكون على السنان فيعمل نزيف اللثه. تمام. ومش بس نزيف اللثه، بيعمل حاجه اسمها بيرودونتال ديزيز، يعني بيعمل كمان التهابات في الانسجه اللي حوالين الضرس او السنه، وممكن تعمل مشاكل توصل في الاخر خالص حتى ان السنان تتلخلخ نتيجة للجير اللي اتكون دوت وما حصلش بيه اهتمام وما حصلش ليه ريموفال. يعني ناس كتير من الناس فاكرين ان هم لما بيشيلوا الجير ده من الاسباب الاساسيه لخلخه الاسنان. ما هو ده من المفاهيم الخاطئه، ما ده العكس. تمام. هم فاهمين غلط، هي العكس. يعني انت لو انت اصلا سبت الجير وصل لمرحله معينه انه قطع الاربطه اللي ماسكه السنه، ما هو الجير وجوده بيسبب التهابات.
تمام؟ وبالتالي بيوصل في الاخر ان لاخر مرحله ان هو يقطع الاربطه اللي موجوده حوالين السنه، فلو وصلت لمرحله ان مثلا ان تقطيع الاربطه ده بقى اكتر من تلت او نص الجدر اللي هي الاربطه اللي ماسكه السنه بالعظم، السنه هتلخلق. تمام. مش العكس. نرجع لموضوع نزيف اللثه. تمام. فنزيف اللثه ليه زي ما قلت لحضرتك اسباب سبق جزئين تنقسم الى شقين، شق سيستميك وشق لوكال. اللوكال قلنا هو الجير ده الموست لوكال فاكتور، يعني هو العامل الاساسي لنزيف اللثه. تمام. او البيردونتال ديزيز لو في بوكت او الكلام ده كله، اللي هي التهاب اللي هو بين السنتين اللي هو بيبقى فراغ ويجمع الاكل او الكلام ده كله، فده كمان يعمل نزيف الايه في اللثه. تمام. الاسباب السيستميك زي الانيميا، زي السكر، زي الهايبرتنشن اللي هو الضغط العالي. تمام. كل الحاجات دي بتزود ايه نزيف اللثه، وكمان فيتامين ديفيشنسي يعني نقص الفيتامين وبالذات فيتامين سي. لذلك في حالات نزيف اللثه انا لازم اشوف الاول هل في لوكال فاكتور، يعني في عامل لوكال موجود اللي هو الجير موجود مثلا على السنان ولا لا. تمام. لو الجير موجود يبقى اللوكال فاكتور عندي موجود، يبقى لازم اشيله الاول. يعني هو الجير العلامه، ده العلامه الاولانيه اللي هي اللوكال اللي هي موجوده جوه البق. انا كطبيب اسنان لما بيجيني المريض بيشتكي من نزيف اللثه اول حاجه هبص عليها في جير ولا لا. لو في جير يبقى انا عندي لوكال فاكتور اوريدي، مش هدور على حاجه سيستميك الاول. تمام. لان انا اوريدي عندي حاجه لوكال موجوده، بشيل الحاجه اللوكال دي. افرض النزيف استمر ما راحش حتى بعد ما شلت الجير، يبقى اذا في حاجه سيستميك هنا. تمام. يا المريض عنده انيميا، يا المريض عنده مثلا سكر، يا اما عنده نقص فيتامين سي. هو من المستحب ان انا مثلا بعد تنظيف الجير ممكن ادي مثلا فيتامين سي زي مثلا فيتاسيت اللي هو الفوار او الكلام ده كله، اي حاجه من الحاجات دي بتبقى جنب الايه في حاله النزيف. لما يكون العيان بيشتكي دم نزيف بيقول لك ساعات بيقول لك انا بصحى الاقي مثلا دم على المخده. زي دي كلها مقدمات للنزيف. مقدمات للنزيف. تمام. طيب لو في حاجه ثانيه في النزيف نتكلم فيها؟ بتهيألي انت حضرتك عايز تسال على حاجه ثانيه؟ لا انا بتكلم النزيف بشكل عام. لا النزيف كده زي قلت لحضرتك هو يا لوكال يا سيستميك واحنا قلنا علاجه. تمام. طب ندخل بقى لحاجه ثانيه، يعني حاجه برضو يعني بيعاني منها كتير من الناس ومش عارف سببها ايه. رائحه الفم الكريهه. يعني كتير من الناس بيبقى عندها المشكله دي وهو مش عارف ده سببه ايه بالظبط. اهو اللي بينطبق على 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 النزيف بينطبق على ايه؟ على ريحه الفم الكريهه. لان برضو ليها اسباب تنقسم للوكال وسيستميك. يا اما اسباب جوه البق نفسه، لان ريحه الفم دي او الهاليتوزيس دي اللي هي الباد اودر اللي هي الريحه الكريهه دي بتيجي اصلا يا اما من البق يا اما من جوه المعده. فعشان كده هي ليها لوكال فاكتورز وسيستميك فاكتور برضو. تمام. اللوكال فاكتور بتاعتها بالظبط كده، اللوكال فاكتور بتاعتها مثلا زي اولد امالجام فيلينج، يعني واحد مثلا عامل حشو بلاتين قديم. فحشو البلاتين ده بعد فتره بيحصل له حاجه اسمها تارنش وكروجن، يعني زي ما حاجه بتصدي لان هو سبيكه وبتتعرض للوعيات وبتتعرض للعوامل اللي موجوده في البق، فبيحصل له تغيير في البروبرز بتاعته، خواصه بتتغير. ده بيكون على المدى البعيد ولا بعد فتره قصيره؟ لا هو يعني مش على المدى البعيد قوي، بس يعني بعد سنين، يعني مش حاجات مش فتره بسيطه يعني. تمام. بس لذلك بدا يستعيد مثلا على حشو البلاتين، بيدور على الحشو الابيض الكومبوزيت والحاجات اللي هي الايه البديله للبلاتين، مع ان البلاتين اصلا يعني انا في رايي الشخصي ان البلاتين لغايه دلوقتي يعني ما اثبت كفاءه مش موجوده في اي ماده حشو بديله بالشكل اللي هو ايه اللي الناس بتعلن عنه قوي، اللي هو لك الحشو الابيض بديل البلاتين. في حاجات كويسه بس الكفاءه والحاجه الجميله اللي تريح السنان وميبقاش في وجع بعدها فعلا البلاتين. هو بيستمر حوالي قد ايه يا دكتور؟ لا بيقعد من 8 سنين ل 10 سنين. من 8 سنين ل 10 سنين. هو المفروض يتغير حتى لو كده حتى لو ما وقعش او اتكسر، لان برضه ده من ضمن الحاجات اللي الناس فاهمها غلط. تمام. يقول لي ده الحشو انا عامله 15 سنه ما وقعش. لا مش معنى ان الحشو قاعد ان الحشو سليم. لان زي ما قلت لحضرتك في الاول ممكن يكون الاساس غلط. البروبرز لا البروبرز اللي هي الخواص بتاعت الماده نفسها اتغيرت. يعني الماده خواصها اتغيرت نتيجه لعوامل اللعاب والاكل والحاجات دي كلها، هي الخواص اتغيرت، فهي بيبقى فيها حاجه اسمها مايكرو بورز، يعني حاجات انت مش شايفها اللي هي فراغات بسيطه قوي لا ترى بالعين المجرده بتوصل اكل وممكن تعمل تسويس تحت الحشو. طب هو بقى يعني يشعر بالتغير ده امتى؟ هو المفروض الوقت المده اللي احنا قلنا عليها، لكن هو لو حس بالتغير بيجيني للاسف بيجيني مشكله، يعني بيجيني تسويس ريكرنت تحت الحشو. هي احنا قلنا المده الطبيعيه من 8 ل 10 سنين. لو زاد عن حد يعني لو زادت عن المده دي مثلا وصلت ل 15 سنه فهي تبدا المشاكل. تبتدي في مشكله، هو بيجي يا اما الحشو اتكسر يا اما بيجي مثلا الحشو فيه تحتيه تسويس تاني فعمل وجع بدا يبقى فيه الم. تمام. طيب لو جينا نتكلم يا دكتور عن المشاكل اللي بتكون موجوده عند الفم والاسنان للمراه الحامل. هي الحامل اصلا قبل بس من المراه الحامل ناخد اتصال معانا. السلام عليكم. السلام دكتور محمود. اتفضل يا فندم. عايز حضرتك كنت عندي سؤال، انا عايز اعمل تقويم اسنان تمام، بس عملته اكتر من مره وما ينفعش معايا، وعايز اعرف الالم اللي بيحصل بعد تقويم الاسنان، الالم ده بيستمر لمده قد ايه؟ يعني الالم ده معايا في فتره كبيره بعد التقويم.
السؤال خلص. اتفضل تاني. بقول لحضرتك انا عملت تقويم اسنان قبل كده تمام. والتقويم كان كل مره يبقى فيه مشكله ويحصل معايا الم بعد التقويم. والالم بيستمر فتره كبيره، هو ده العادي ولا يبقى كده فيه مشكله؟ بالظبط، بيستمر فتره كبيره بس بيروح ولا بيستمر فتره طويله قوي؟ لا يعني فتره طويله يعني قوي. اسبوع 10 ايام ولا اكتر من كده؟ اكتر من 10 ايام. اكتر من 10 ايام؟ ايوه. لا هو اكتر من 10 ايام بيبقى مش طبيعي قوي، لكن هو الفتره اصلا الفتره هو التقويم مشكلته في ايه؟ الالم اللي بيحصل دوت، الالم اللي بيحصل ده بيبقى نتيجه لان البريسز اللي هي الحاجات اللي بتركب على السنان دي بتعمل شد للسنان عشان تحط السنان في وضعها اللي هو الدكتور عايزه او هو الوضع السليم ليها بدل الوضع اللي مش سليم اللي كان موجود. فالبريسز دي بتشد السنان، فالشد ده هو اللي بيعمل ايه؟ بيعمل الالم دوت. المفروض ان الالم ده بيقل تدريجي، يعني بعد ما السنان تبدا تتحرك الالم بيقل تدريجي. هو عامه الاتصالات قطع بس يعني هو سامعنا، هو شايف كده. تمام. طيب احنا هنشوف فيديو دلوقتي عن الحشوه دكتور، وعايزين حضرتك تعلق لنا عليه ان شاء الله. اتفضل. هو كده بيعمل حشو عصب، علاج عصب. فهو العلاج العصب بتعمل اول حاجه بتعمل حاجه اسمها ديروفنج للبالب، يعني انت بتشيل الجزء الكورونر اللي موجود جوه الايه في الـ في الـ في جوه الكراون، يعني جوه الجزء اللي باين في البق. وبعد كده بيخش قناه العصب اهو بالفايل عشان يبدا ينزع العصب، لان فيه اهو انفكشن تحت الضرس اهو. تمام. ببدا انا انضف قناه العصب دي كويس، اوصل لغايه نهايه الجدر عشان اقدر ان انا انهي على الانفكشن اللي موجود دوت. وبعد طبعا بعمل علاج وانضف، وهو بيحط الجتا بركه الاخيره دي اللي هي الحشو الاخير اللي هو الايه اللي هو يحطه النهائي. تمام. ده مكان العصب اللي هو شاله بس، يعني هو بيشيل العصب وبيعالج مكانه، وبيبدا يعالج مكانه ويبدا يقفل مكانه بالجتا بركه دي. ماده انرت اصلا، هي الماده الوحيده اللي لغايه دلوقتي، وهي ماده ثانيه كانت اسمها سيلفر بوينت بس اتلغت من زمان. تمام. اللي بيقفل بيها العصب. تمام. نرجع تاني مع حضرتك. احنا قلنا مشاكل الفم والاسنان عند المراه الحامل. تمام. هي المراه الحامل مشكلتها في ايه؟ الفرق بين الحامل واللي مش حامل في حاجه واحده بس. بالنسبه للاسنان ده اللي بيعملها مشاكل في الاسنان، حاجه اسمها هرمونال ديستربنس، يعني الهرمونات نفسها في اثناء فتره الحمل بتتلخبط. هرمون الاستروجين ده مثلا اللي هو مسؤول عن ترسيب الكالسيوم بيبقى مش يعني بيقل، فبيخلي ترسيب الكالسيوم اقل، فالكالسيوم بيتسحب من الام ويروح للطفل. دي مشكله. تمام. فهي عشان كده لازم، لسه كنا بنقول في الاول، لازم تعوض ده باكل غني بالكالسيوم او بمالتي فيتامينز بالمتابعه مع الدكتور بتاعها. تمام. لان الكالسيوم برضو ليه حدود حتى مع الطفل، لان تكوين الدماغ وتكوين العظم السكيلتون بتاع الطفل بيجي في وقت معين اللي الدكتور لازم يوقف الكالسيوم فيه. هل ده بيكون ليه تاثير قوي على الحمل؟ بمعنى يعني تاثير المشاكل اللي بتكون مشاكل الاسنان؟ لا العكس، هو الحمل اللي بيأثر على السنان مش السنان اللي بتأثر على الحمل. يعني العكس هو الصحيح، هي الحمل بيأثر على الاسنان، بيأثر على حاجتين زي ما قلت لحضرتك، على الكالسيوم وعلى اللثه. تمام. الهرمونال ديستربنس ده بيعمل نزيف اللثه، من ضمن الحاجات اللي من اسباب نزيف اللثه زي ما انا قلت الهرمونال ديستربنس. هنكمل النقطه دي مع حضرتك. هناخد اتصال دلوقتي معانا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. واضح ان الاتصال اتقطع. اتفضل يا دكتور. فالست الحامل مشكلتها في الهرمونات المتلخبطه، هرموناتها اتلخبطت بتعمل نزيف في اللثه، وبيبقى عندها ترسيب الكالسيوم مش معدل ترسيب الكالسيوم مش مظبوط. هي محتاجه ان هي تعالج الكلام ده. تمام. موضوع ترسيب الكالسيوم سهل، ان هي بتاخد كالسيوم بالمتابعه مع دكتور النساء بتاعها في فترات معينه، لان كنت لسه زي ما بقول لحضرتك قبل ما كنا ناخد الاتصال. تمام. الكالسيوم ليه اوقات ما ينفعش ياخده طول فتره الحمل، لان في تكوين للسكيلتون بتاع الجسم والجمجمه دي، تكوين الجسم الجمجمه دي بياخد في وقت معين، لازم انا اديله فرصه يتكون طبيعي، ما ينفعش اديله كالسيوم زياده فالجمجمه تقفل على المخ فالمخ نموه يقل، فدي لازم بتكون بمتابعه متابعه الطبيب. تمام. يعني بنشوف برضو ناس يعني زي ما تقول ايه بتعتمد اعتماد ذاتي على نفسها، ما بتحبش استشاره الطبيب فبتتصرف من دماغها. ما ده من ضمن الحاجات اللي في مرض في مصر اصلا. الاثار الجانبيه بقى يقول إيه؟ اسال مجرب ما تسالش دكتور ازاي يعني. ما الدكتور اصلا بالظبط كده. يعني دي حاجات احنا حالات برضو بنشوفها، فعايزين نعرف الاثار الجانبيه للناس اللي بتعمل كده. لا ما ده الاثار الجانبيه، انت بتتصرف غلط يعني. طبيعي اساسا استحاله مهما كان، لان حالتك مش زي حال غيرك. يعني استحاله مثلا انا مثلا رحت لدكتور السنان فبعمل حشو مثلا او حشو عصب او في اي مكان، ممكن وارد ان الدكتور اصلا نفس الحاله ونفس الدكتور، يعني نفس مثلا الدرس ونفس الدكتور، الدرس عندي انا ينجح والدرس عند غيري ما ينجحش. تمام. وهو نفس الدرس، بيبقى السبب في ايه؟ ان لا البكتيريا عندك معدلاتها زي معدلات غيرك. تمام. ولا مثلا طبيعه جسمك زي طبيعه جسم غيرك. تمام. في فرق هنا. هنكمل مع حضرتك. معانا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. كنت خلعت اولادي عمر 5 و7 دروسهم، فعندي طفل اما خد البنج في بقه قعد يعض في شفته وعور شفته جامد قوي،
من ساعتها الطفل بيسخن وقالوا لي برضو معلش عايز اسال سؤال تاني، هل اعمل تركيبه لمكان الضرس اللي اتخلع؟ تمام. يعني ماشي. في تركيبات اركبها للطفل عشان الضرس ما يطلعش معوج، لانه هم خوفوني موضوع الضرس هيطلع معوج. تمام. وهيطلع او مش هيطلع. فمعلش والنبي عايز بس استفسر حضرتك. انا سمعت السؤال وهجاوب على الشقين، واحد الاولاني وبعدين الثاني. اوكي ماشي، اسمعني اسمع الاجابه. انا كده جاوبت على جزء منه من الاجابه من الكلام دوت. تمام. لما كنا بنتكلم على الاسنان اللبنيه وقلت ان هو الضرس اللبني دليل اللي جاي. تمام. فلو هو اتخلع بعمل حاجه اسمها سبيسمنت نرمال، لازم اعمل حاجه اسمها حافظ مسافه. تمام. اللي هي بتحافظ على المسافه وفي نفس الوقت تبقى دليل للضرس اللي جاي يطلع في المكان ده، ما يطلعش لبره ولا يطلع لجوه. فهو ده الاجابه على الشق الثاني بتاع السؤال. تمام. يبقى انا محتاج اعمل حاجه اسمها سبيسمنت نرمال، لو حافظ المسافه. حافظ المسافه. لو انا خلعت قبل ده الخلع اللي هو خلع ده حاجه اسمها بريماتور اكستراكشن، خلع قبل ميعاده. لان المفروض ان بيحصل حاجه اسمها فيسيولوجيكال شيدنج، يعني الضرس اللبني ده بيتاكل جدره ويقع في توقيت معين. هو ربنا اصلا جعله في التوقيت ده. تمام. انت لو حصل تسوس او حصل الم للطفل او الضرس مثلا حصل له ديكي، يعني خلاص اتاكل لدرجه ان الدكتور قرر ان الضرس هيتخلع، ما ينفعش فيه حتى علاج ولا حشو. تمام. يبقى طالما بخلع يبقى بعمل حاجه تعويضيه. ما ينفعش يخلع من غير ما يعمل حاجه تعويضيه. مش بركب. بعمل حاجه تعويضيه. الحاجه التعويضيه اللي هي البسبسمنت، انا لو حافظ المسافه. عشان ما حدش يقول ركب عليه مش عارف تركيبه. لا، هي هو حافظ المسافه بالظبط. حافظ المسافه. تمام. احنا دلوقتي معانا خالد. لسه ما جبتش على الشق الاولاني، معلش انا اسف. تمام. ناخد خالد ونجاوب على الشق الاولاني. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. لو سمحت عندي سؤال للدكتور. عمري اتفضل. لو سمحت يا دكتور، انا حشيت ضرسي حشو عصب من حوالي شهرين كده، ولما باكل عليه بيبقى فيه الم. فمش عارف ايه الحل. طب عملت اشعه يا خالد؟ هو الاشعه كانت كويسه بعد الحشو. اشعه بعد الحشو كويسه. تمام. طيب ماشي. في سؤال تاني يعني ممكن ولا؟ اتفضل يا فندم. ليه حد قريبي عنده 50 سنة سنانه بتقع. يعني هو ما عندوش يعني فجأة كده سنانه كلها بتقع. ما عندوش سكر، ما عندوش ضغط. هو عنده ضغط. عنده ضغط. طيب ماشي، هرد عليك حالا دلوقتي. شكرا ليك يا خالد. شكرا. اتفضل يا دكتور. السؤال الاولاني بتاع خالد اللي هو ايه؟ سأل السؤال، معلش السؤال الاولاني. السؤال الاولاني عند خالد حشو العصب. حشو العصب. هو عامل حشو عصب وبيقول في وجع بعد الحشو. تمام. تمام. وبيقول ان الاشعه كويسه. كل انه عمل اشعه بعد حشو العصب والاشعه كويسه. مشكله حشو العصب ساعات بتبقى حاجه اسمها باريو، يعني مش اندو. يعني ممكن اعمل حشو العصب مظبوط جدا. تمام. واكون منظف قناه العصب كويس قوي قوي. بس في بوكت مثلا، يعني في جيب جنب الضرس. فبيدخل اكل، فالاكل ده بيدخل بكتيريا، فالبكتيريا دي بتخش من خلال الاربطه توصل للبري ايبيكال اريا اللي هي تحت الضرس، تعمل انفكشن. تمام. يعني هو اصلا الدكتور مقفل كويس وشغال كويس جدا وماشي كويس زي ما حضرتك شفت الفيديو. هي مراحل مترتبه على بعضها. بالظبط. تمام. الانفكشن ده لان الاندو ليه معاه جزء اسمه بيريو اندو، اللي هو جزء ما حول الاسنان مع علاج العصب. يعني يجب الاهتمام، لذلك اللي بيعمل حشو عصب لازم اهتم باسناني كويس جدا. لازم انضف كويس قوي. تمام. يعني الفرشه المعجون، يبقى لو انا ما بهتمش بيهم حتى في الايام العاديه، لو حصل خلل في مرحله من المراحل هيحصل ساعتها يحصل انفكشن ويعمل مشاكل دي. فهو يعمل اشعه ثانيه بس بعد فتره، يعني يعمل بس فولو اب. طالما حشو عصب متقفل كويس هيروح لدكتور يعمل له كيرتاج للبوكت ينضفه له ويدي له علاج ويعمل فولو اب بعد فتره. لو كان الانفكشن ده اتحول لكرونيك هيبان في الاكس راي. تمام. هيبان في الاشعه. بس طب ده بيكون كل قد ايه يا دكتور ان هو يروح يعمل اشعه؟ كل 6 شهور. كل 6 شهور بعد متابعه. تمام. ومتابعته مع الدكتور نفسه 6 شهور. 6 شهور. تمام. طب السؤال الثاني. السؤال الثاني، صديقك اللي عنده 50 سنة اللي من السنان بتتلخلخ. ما هو زي ما قلت لحضرتك لخلخه السنان ليها سبب لوكال اهو، ممكن يكون لا ضغط ولا سكر ولا اي حاجه خالص. تمام. لكن هو اصلا سبب سنانه وجير على اسنانه. سنانه بتقع. بقول لحضرتك سبب الجير على اسنانه، ما دي حاجه اسمها بيردونتايتس، اللي هي السنان لما بتلخلخ في الاخر تبقى ناتجه عن حاجه اسمها بيردونتايتس. جوفينايل بيردونتايتس دي اللي في السن الصغير. ممكن تبقى فيه بيردونتايتس سن صغير خالص. تمام. اسمها جوفينايل عند 18 سنة. وفي اولدر بيردونتايتس اللي هي عند الناس الكبيره. تمام. البيردونتايتس نتيجه للجير او نتيجه لالتهابات البوكتس دي اللي بيها السنان بدات الاربطه تقطع. ما هو كون السنان اتلخلخت او وقعت يبقى الاربطه اللي ماسكه السنان في العظم اتقطعت. تمام. لازم ليها سبب، يا اما السبب سيستميك زي ما قلنا قبل كده ودي هو بيقول ما عندوش غير ضغط بس. تمام. يا اما ايه سبب لوكال. احنا يا ريت يا دكتور بس نفصل بعض المصطلحات عشان الناس بس تستوعب الكلام. ما انا مقرب ده، انا يعني هي لوكال يعني موضعي، يعني سبب موضعي موجود في السنان نفسها. تمام. انا بتكلم حضرتك على المصطلحات نفسها. تمام. تمام. كم فضل ماشي فضل اوكي. ما انا بقول لحضرتك فهي السنان اتلخلخت نتيجه لوجود حاجه موجوده فيها في السنان نفسها. تمام. يا جير يا جيوب اهو عشان نتكلم بالمصري. جيوب البوكتس اللي هي الجيوب. تمام. والناس كلها عارفه البوكت يعني. تمام. تمام. اللي هي الجيوب. تمام.
التهابات في اللثه، فالاربطه نفسها اللي ماسكه السنان في العظم بتتقطع نتيجه للكلام ده. فبيزيد الكلام ده مع الوقت، لو عدت تلتين الجدر السنه تقع. يعني لو الاربطه اتقطعت اللي هي ماسكه تلتين الجدر وبقت تلت بس، خلاص كده دي اسمها جريد 3 اللي هي الحاله الهوبلس، السنه خلاص ما ينفعش فيها اي حاجه، في مشكله خلاص. في حالات كده، في حالات ليها علاج يعني، من الحالات دي ليها علاج. يعني لو جريد 1 موبيليتي يعني السنه بتتلخلخ، بس جريد 1 لسه في الاول ليها علاج، لو جريد 2 ليها علاج، جريد 3 لا خلاص هي وصلت معاها خلاص. هنكمل مع حضرتك يا دكتور، معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل يا علي. سؤال، كنت عايز اسال عن في جراح للكروح بتاعت اللثة. علي صوتك بس يا علي معلش. علاج لكروح اللثة. جروح اللثة. القرح قصدك. قصدك قرح اللثة يا علي؟ اه تمام. القرح اه. تمام يا علي. تمام، شكرا ليك. اه طبعا ربنا خلق كل حاجة يعني، اكيد كل ده ليه دواء. هي القرح بتاع اللثة يعني دي حاجة اسمها اوتو اميون، الافسس السر والالسرز اللي هي اللي على طول بتتكون في اللثة دي بتبقى حاجة اوتو اميون. تمام. يعني بتبقى اصلا نتيجة لان المناعة بتبقى ايه، الجسم زي ما يقول بياكل نفسه. في نقص في المناعة، او مثلا نتيجة لحالة ضغط نفسي او عصبي، فبيبقى جاي على جهاز المناعة فبيدي اوردر ان يحصل ايه، يحصل السريشن. يعني الطبقة الابيسيليوم دي اللي هي الطبقة اللي على الوش دي، الطبقة الميوكاس دي، الطبقة المخاطية دي بتتشال. تمام. دي الافسس اللي هي القرحة. تمام. تمام. بتبقى مؤلمه جدا. هي سيلف هيلينج يعني هي بتخف لوحدها. بس في خلال من 7 ل 14 يوم بس، عشان المها ما بقدرش ايه، بيبقى فاكر ان في مشكله ما بقدرش استحمل فبروح للدكتور، لكن هي بتتحل لوحدها بالظبط. لكن انا بدي ايه، لا ما انا بدي علاج، انا بقى عشان ادي بس بدي سيمتوماتيك بقى، حاجه ايه، حاجه للعرض. يعني بدي علاج يسكن الالم بس، مش مسكن. بدي علاج موضعي، جل مثلا زي اوراكيور، زي مثلا زي اي مكان، عشان هو مش هيقدر يستحمله في من 7 ل 14 يوم، عشان ما يقدرش يستحمل 14 يوم. فايه، لكن في حاجه بقى يعني ايه، يعني دي حته ممكن الناس تضحك عليها بس حاجه بلدي كده صغيره، ممكن تحط حته طحينه خام. طحينه خام. تمام. يعني هي دي حاجه بتبقى بتهدي الوجع خالص وبتادي ده مسكن برضه. مسكن ده. تمام. يعني هي اصلا الفكره كلها ان هو بس متعريه، لو غطيتها الالم هيروح. تمام. نكمل عند مشاكل الفم والاسنان عند المرأة الحامل يا دكتور. نخش بقى لالتهاب باللثة المصاحب لفترة الحمل. والله بتاعي احنا اتكلمنا عنه برضو في وسط الكلام عن المرأة الحامل، لان زي ما قلت لحضرتك الهرمونال ديستربنس اللي هو بيبقى موجود عند الحامل، هي الهرمونات المتلخبطة دي اللي بتبقى موجودة عند الحامل. تمام. بتعمل التهابات في اللثة. تمام. عشان كده بقول لحضرتك الحامل لازم تهتم باللثة بقى ونظافة الاسنان، تهتم اكتر من غيرها. لان هي اكتر عرضة لالتهابات اللثة في الفترة دي بالذات. في الفترة دي بالذات. تمام. احنا معانا دلوقتي فيديو لتنظيف الاسنان، عايزين حضرتك تعلق لنا عليه. بص حضرتك، هو في طريقتين صحيحتين لتنظيف الاسنان. تمام. تمام. الطريقه اللي هي شغاله دلوقتي اللي هي حاجه اسمها هاف سيركل موشن، اللي هي حركه نصف دائريه. يعني انا بجيب الفرشه بتاعه اللثه، الفرشه بتاعه السنان، وبحطها عند اللثه وبعمل لها حركه نصف دائريه في مكانها. وبعد كده باخد السطح اللي من بره وبعدين السطح اللي من جوه، يبقى كده نضفت ايه، نظفت اسناني. تمام. الطريقه الثانيه الصف الفوقاني من فوق لتحت، والصف اللي تحتاني من تحت لفوق. يعني تمام. بريح بس اللثه كده، بس السايد. هي الفكره كلها في نقطه بقى، يعني مع الفيديو كمان هنتكلم في حاجه مهمه. عن تنظيف الاسنان. تمام. الفكره ان انا يعني ايه، لازم عندي حسن اختيار الفرشه وحسن اختيار المعجون الاثنين، لان مش كل فرشه بتنفع مع كل مريض، ومش كل معجون هينفع مع كل مريض. يعني في فرق، يعني في بتبقى في فوق في فرايتس. طبعا الفرشه مثلا ثلاث انواع، فرشه سوفت وميديوم وهارد. الفرشه السوفت لحالات معينه اللثه اصلا ضعيفه، واللثه كده كده بتنزف، واللثه اصلا كده كده تعبان، فهو عايز السوفت قوي. السوفت الاول بالظبط كده، ببدا السوفت الاول عشان ما ازودش الالتهاب دوت. تمام. او ازود الايه، الالم والكلام ده كله موجود في اللثه. تمام. وبتعامل معاها بالراحه خالص، يعني ايه، بتعامل مع اللثه اصل هي نسيج حساس جدا. فانا لازم اتعامل معاها بالراحه، هو دي حاجه ديليكيت، فانا لازم اتعامل براحه جدا. تمام. واختار نوع معجون مثلا اللثه الحساسه، طالما انا عندي لسه حساسه وبتنزف ليها نوع معجون معين كده. موجوده انواع في السوق موجوده. تمام. الميديوم للناس العاديه اللي هي اللي وضعها طبيعي خالص، طبيعي. الرف بقى الحاجات الثانيه، ناس ثانيه محتاجه يعني مثلا بتكون جير اكتر، فمحتاج ان انا اشيل الجير ده بشكل مستمر، فالفرشه الرف دي بتبقى محتاجها الحالات اللي زي دي. ولسه عنده اصلا فايبرس قويه. تمام. جدا. ده الطبيعي. الهارد بقى بيكون لمين؟ ما قلت حضرتك الهارد اهي للناس اللي هي اصلا عندها اللثة فايبرس يعني قويه قوي. تمام. وفي نفس الوقت هم عندهم بيكون جير كتير، هو محتاج حاجه تشيل البلاك ده وتجيب من على السنان. تمام. حاجه هارد. لكن اللثة ضعيفه عنده ما ينفعش ان هو يستخدم الميديوم او الهارد. يستعمل السوفت، اللثة ضعيفه خالص. تمام. لو جينا نتكلم بس ممكن ينقل الميديوم بعد ما اللثة تتحسن. يبدا يتحول للميديوم على طول. تمام. بعد ما يستخدم السوفت واللثة تتحسن ان شاء الله. تمام. نتكلم دلوقتي بقى عن زراعه الاسنان. زراعه الاسنان. تمام. هو موضوع زراعه الاسنان موضوع جميل جدا، لان هو يعني ايه، من ضمن الحاجات اللي بقت يعني هو في معتقدات عند كتير من الناس دلوقتي
ان هو ما بيبقاش عايز يتنازل عن السنان الاصليه عنده. تمام. يعني هو ما بيبقاش عايز يفتقدها بسهوله، وبيبقى قاعد يعني ده يعني بيبقى قاعد حامل هم الموضوع ده قوي، ويوم ما ياخد القرار بعد كده يبقى قاعد بقى يعني هل زراعه الاسنان اللي انا هعملها دي هتبقى عامله ازاي ولا ايه؟ فعايزين نتكلم عنها. هي زراعه الاسنان زي ما قلت لحضرتك حاجه جميله جدا، لان هي بقت حل تعويضي جديد. هو مش جديد قوي يعني، هو بقى له برضه فتره سنين يعني. تمام. جديد بدل التركيبات الثابته. كانت مشكله التركيبات الثابته زي ما حضرتك قلت كده، الواحد اصلا بيخاف يفقد السنه او الضرس عشان كده. ودي حقيقه، حتى احنا كاطباء يعني انا الحاله انا ما بلجاش ليها غير في الاخر خالص. اخر مرحله خالص، اخر مرحله الجا ليها لو انا يعني لو السنه دي خلاص بنسميها حاجه اسمها هوبلس، يعني سنه ميؤوس منها. خلاص زي ما قلت لحضرتك مثلا جريد 3 موبيليتي يعني درجه 3 تلخلخه السنه خلاص تخلخ درجه. ده بيكون بالنسبه طبعا للسنان كلها، لاي سنه او درس انا بحافظ عليها قد ما اقدر على قد ما اقدر، الا مثلا يعني ايه لو حاجه هي انا بكلم حضرتك ان هو ممكن يعني يغير جزء ويسيب جزء، ممكن يغير جزء ويسيب جزء لو على حسب ما هو زي ما قلت لحضرتك السنان اللي ملخلخه او السنان اللي محتاجه تتخلع بتتخلع، بس ساعتها هيكون في تناسق يا دكتور ما بين السنان الاصليه والسنان الزرعه. لا الزرعه، الزرعه على فكره اقول لحضرتك حاجه من مميزات الزراعه اصلا ان هي بتبقى حاجه جميله جدا، هايجينك صحيه. تمام. وكمان شكلها استيتيكالي بيبقى قريب جدا من الشكل الطبيعي، لانك انت الريدكشن التحضير اللي بتعمله عشان تركب تركيب ثابت وتبرد الضرس ده والضرس ده مهما كانت كفاءه ايدك، وطبعا الحمد لله في دكاتره شطار كتير وبيعملوا حاجه جميله جدا، بس مهما كانت كفاءه الايد عمرها ما هتطلع سيمي ناتشرال، يعني مش هتطلع زي الطبيعي. تمام. تمام. لكن الزراعه بتفرق، لان انا اصلا عندي هي اريا واحده اللي انا شغال فيها اللي هي المنطقه مكان الضرس المخلوع، مكان الضرس المخلوع، فانا شغال مكان الضرس المخلوع. تمام. بس فانا بقدر ادي الشكل الجمالي، لان الغرسيه كمان بتوصل حاجه اسمها بون ليفل، يعني انا بحطها على مستوى العظم. تمام. ففي جزء من اللثه فوق الغرسيه بيغطي على التربوش بعد ما بينزل فوقيها، فبيبقى مغطي عليه فشكله بيبقى شبه طبيعي كانه نازل تحت اللثه. احنا معانا دلوقتي فيديو بيوضح الزراعه، عايزين حضرتك تعلق لنا عليه. بقول دي البدايه، اول خطوه خالص اللي هي ببدا افتح اللثه. طبعا في ناس بتشتغل بطريقتين، في فلاب وفلابلس، يعني ممكن ما اعملش فلاب اصلا، ممكن ما اعملش فتحه. تمام. لو في سيكنس، لو في عظم كفايه دخانه من العظم كفايه، ولو عندي ايه اكس راي 3 دي اللي هي 3 دايمنشن. ايوه تمام. دي الدريلات اللي هي البنط اللي بيبدا يخرم بيها في العظم عشان يبدا يحط الغرسه، وبيقف عند البنطه اللي هي قبل مقاس الغرسيه بتاعته. يعني لو انا مثلا الغرسيه بتاعتي سي 3.7 هقف عند 3.4 قبلها بمقاس عشان الغرسيه تخش فريكشن، هي تخش 10. تمام. بدا هو عامل دريلنج، دي انيشال دريل اللي هي بيبدا بس يعمل بيها البوينت اللي يبدا بيها ايه يحدد بيها هيوصل لغايه فين. تمام. لازم يحدد الاول. وبعد كده بدا هو البنطه شغاله بياكل في العظمه لغايه ما يوصل للمقاس بتاع الزرعه. دي مقاسات الزرعات واطولها المقاسات بتاعتها، من اول 7.5 لغايه 14.5. تمام. طيب ده الجرج اللي هو المقاس اللي بيقيس بيه وصل قد ايه الدبس بتاعه. وصل قد ايه. تمام. بس دي الفاينل دريل، وبعد كده ابدا احط الغرسه. دي الخطوات كلها بشكل عام. تمام. نرجع نكمل يا دكتور. يعني بقول لحضرتك يعني مثلا هو زرع جزء مثلا، وافتراض ان الجزء اليمين والجزء الشمال سليم زي ما هو، فهل لما يزرع الجزء اليمين هيبقى في مثلا في فرق ما بين الجزء اليمين في لون السنه، حتى دي ابسط حاجه، ما بين الجزء اليمين والجزء الشمال؟ لا، ما انا لسه قايل لحضرتك ان الزراعه يعني ميزتها حاجات جميله جدا، منها ان انا زي ما هيقدر ان هو هيوفق في الاخر. هي بص هقول حاجه، هي بتعوض الفانكشن الوظيفه. تمام. وبتعوض الاستيتيك الشكل، وبتخلي يعني شكلها بيبقى جميل جدا زي ما قلت لحضرتك، يعني بتنزل سب جينج، يعني بتنزل تحت اللثه. الزرعه نفسها بحط الكراون اللي عليها بيبقى نازل تحت اللثه، فاهمني؟ فاستيتيكالي هو مش باين ان في تركيب، يعني شكلا هو مش باين ان في تركيب، مش باين، كأنه طبيعي. عكس التحضير كده كده عشان في تركيبه وفي لسه في وسطيهم ضرس مخلوع، فاكيد بيبقى في جاب او سبيس بيبقى باين. طب حتى لو بسيط نتكلم عن الفرق ما بين التحضير وما بين زراعه الاسنان. احنا ما انا كنت لسه هقارن بين الزراعه وبين التركيب الثابت. تمام. التركيب الثابت مشكلته الاساسيه اللي بتواجه ناس كتيره، وناس كتيره ما بتحبهاش، ان انا ببرد السنان السليم. يعني مثلا ممكن يجيني واحد خلع ضرس والضرسين سلام اللي حواليهم اللي قبله واللي بعده. تمام. فهو مستخسر يبرد الاثنين دول. تمام. تمام. لكن لو احنا مثلا مفيش امكانيه للزراعه، ما الزراعه برضو مش ايه يعني تكلفتها مش نفس تكلفه التركيب الثابت. هي تكلفتها اعلى شويه الزراعه. فلو هو اصلا مش هيقدر على الزراعه فالتركيب الثابت حل. انت فاهم قصدي؟ عشان بس الناس ما تفتكرش انا بقول كده بمنع التركيبات الثابته، اقول التركيب الثابت مش حل. تمام. لا، التركيب الثابت حل، وحل مرضي في حاله ما الامكانيات ما تسمحش بالزراعه. لكن لو الامكانيات تسمح بالزراعه فالزراعه افضل، ده هيكون افضل. يعني في ادفانتج بس هنا، يعني في هنا فايده من الزراعه اعلى من التركيب الثابت. تمام. لكن التركيب الثابت عوض الفانكشن، يعني عوض الوظيفه، ما انا بقي فاضي في مثلا ضرسين مخلوعين مش قادر اكل عنها حاجه. بس من ناحيه الاولويه الاولويه الزراعه، قدر الزراعه الفيرست تشويس الزراعه طبعا. تمام. طيب دلوقتي نخش النقطه تانية، وتقويم الاسنان.
تقويم الاسنان. تقويم الاسنان ده تقويم الاسنان من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها في الاول حلقه خالص اللي هي الباد هابتس اللي عادات سيئه او عدم الاهتمام بالاسنان اللبنيه. في كمان جنبها عادات سيئه الطفل بعد ما بدا تطلع له اسنان بيبدا يعملها. دي اللي تخليه ممكن يوصل لمرحله التقويم. لان التقويم اصلا يمكن انا ايه يعني حابب اوضح حاجه ان التقويم نوعين يعني بينقسم لشقين، حاجه اسمها سكليتال ودنتال. يعني في حاجه جايه من العظم نفسه تمام زي بروز الاسنان مثلا العلويه زي الفك السفلي لما يكون سابق الفك العلوي، دي جايه في حاجه جايه في العظم. ودنتال حاجه في السنان مال اوكلوجن يعني السنان ملخبطه مش مظبوطه، اوبن بايت البايت مفتوحه تمام. الحاجات دي كلها يا اما حاجات من السنان يا اما حاجات من العظم نفسه. تمام. الحاجات اللي من العظم بتحتاج تدخل جراحي وممكن في حاجات بنقدر نمنعها. تمام. يعني عندنا مثلا حكايه البروتروجن دي بتاع الفك التحتاني، انا ممكن لو انا التشخيص كان سليم في سن صغير ممكن اروح دكتور السنان ممكن بيركب حاجه اسمها تشين كاب وتشين ريتراكتور بتشد اصلا الدقن دي عشان ما تطلعش قدام. هو اقصى مده ليه قد ايه يا دكتور التقويم؟ اقصى مده ايه قصدك؟ اقصى مده امتى اعمله ولا اقصى مده هو بياخد وقت قد ايه؟ هو بياخد وقت قد ايه؟ لا بياخد وقت من سنه ونص لسنتين. من سنه ونص لسنتين مش اقل من كده. متوسط؟ لا في حالات اقل من كده وفي حالات اكتر على حسب السن. ده طبيعي يعني على حسب السن. تمام. تختلف لان العظم بيفرق من السن من سن صغير لسن اكبر. السن الصغير طبعا العظم بيبقى ضعيف شويه لسه في مراحل التكوين. تمام. فينفع ان السنان تتحرك بسرعه. تمام. فينفع التقويم يخلص بسرعه. السن الكبير لا التقويم بيحتاج وقت اطول شويه. السن الكبير. تمام. برضه نخش لحاجه تانية. يعني هو احنا اساسا بالنسبه للتقويم كتير من الناس يمكن اللي من دول بيلجأوا للتقويم يعني يمكن بيلاقوا فيه ان هو الى حد ما بعد ما بيشيلوه بيكون بيظبط اسنانهم. معلش انا اسف ما لسه بس عايز اكمل بس حته الباد هابتس اللي هي العادات السيئه عند الاطفال. اتفضل اتفضل اتفضل. الباد هابتس دي منها حاجه اسمها سام ساركنج اللي هو بيعض الابهام بتاعه دوت يحطه في بقه ويقعد يمص فيه. تمام. العلماء اصلا لما بحثوا في الموضوع ده لقوا ان الطفل ليه بيمص في صباعه ده تحديدا، لان الصباع دي فيه خلايا حسيه بتعمل ريلاكسيشن بتهدي الطفل بتخليه اعصابه تسترخي. تمام. فالصباع ده هو بيحط بقه على طول، ده بيبقى جاي لنتيجه لايه؟ نتيجه لان الطفل ده ممكن يكون ناقص عنده الحنان مثلا، يعني مثلا مش حاسس بحنان من بابا ومامته قوي، فهو بيبقى دايما ماسك صباعه حاطه بقه، او نتيجه انه طفل تاني او تالت فمفيش اهتمام بيه زي الطفل الاول. دي بتاثر برضو. دي بتاثر طبعا لان بتعمل بروتروجن بتخلي السنه القديمه تطلع لبره. تمام. حاجه اسمها ماوس بريسنج، يعني ان الطفل ده بيتنفس من بقه مش من مناخيره. برضو ده غلط لان ده بيعمل حاجه اسمها اوبن بايت، يعني بيخلي العظمه مش منطبقه، السنان اللي فوق ما بتقفلش على تحت. تمام. سواء انتيريور اوبن بايت يعني السنه القدامانيه او البوستيريور اللي هو السنه الورانيه. تمام. الحاجه الثالثه حاجه اسمها تانج ثراستنج اللي هو العض على اللسان، بيحط لسانه هو دايما بين سنانه القدامانيه برضو، ده بيعمل اوبن بايت برضو، يعني تلاقي الطفل دايما مطلع لسانه لقدام. الكلام ده لازم الاب والام يتنبهوا ليه. يعني السام ساركنج ده يعمل له وقايه من الاول. بالظبط كده. وليه حل؟ عشان اقيم التقويم اهو. ما انا بقول الوقايه خير من العلاج اهو. تمام. السام ساركنج ليه علاج؟ ان انا ممكن زي ما قالوا في بعض زمان جداتنا والناس الكبار كانوا بيقول لك حط له مس على صباعه، لو هو فشلنا في الاخر خالص نربط له صباعه. تمام. ما لازم اعمل له حل عشان ما يعضش صباعه ده، او لان بيوصل لمشاكل كبيره. تمام. الحاجه الثانيه الماوس بريسنج لازم اشوف لها علاج، لان ممكن يكون في الاير واي بتاع المناخير، يعني في مشكله في مجرى الهواء، مجرى التنفس بتاع المناخير، عشان كده هو بيتنفس من بقه. تمام. فلازم والحاجه الثالثه اللي هي تانج ثراستنج لازم يكون ليها علاج برضو، بيتركب لها حاجه اسمها تانج جارد، بيركب لها جهاز بيحجز اللسان عن ايه. احنا بنشوف برضه احيانا بعض الناس بتحط شطه على صباعها. صباعها ايوه فلفل او شطه او الحاجات دي كلها عشان ما يحطوش عشان نقعد نبص صباعه. تمام. طب احنا دلوقتي هنشوف فيديو عن تقويم الاسنان، عايزين حضرتك تعلقنا عليه. دي البريسز اللي هي الحاجات المعدن الحديد دي، وده الواير اللي بيركب عليها. تمام. اللي هو بيشد السنان. في انواع من البريسز طبعا، انا بعلق ممكن معلش بره الفيديو برضه، في انواع من البريسز بتبقى شفافه. تمام. يعني البريسز المعدنيه دي اول حاجه طلعت في التقويم. دلوقتي في حاجات شفافه، يعني في بريسز شفافه ما بتبقاش باينه، والواير نفسه بس هو اللي بيبقى باين، يعني السلك بس اللي باين. تمام. البريسز نفسها دي اللي هي الحاجات المعدنيه دي شفافه زي كده، زي الصفرة دي بس شفافه قوي عن كده كمان. تمام. اهي. تمام. نرجع دلوقتي ننتقل لنقطه ثانيه، وتاكل الاسنان. الابريشن. هو تاكل الاسنان من ضمن الحاجات اللي هي ايه، يعني بيبقى نتيجه حاجات كتيره برضو. من ضمنها حاجه اسمها ديب بايت، يعني العيان مثلا اللي عنده ديب بايت اللي هو عضته عميقه شويه، دي بتبقى مشاكل في المفصل وصلت المريض انه بيجز على اسنانه. تمام. نتيجه مثلا لخلع برضو بعض الضروس بدري، يعني خلع مثلا بعض الضروس فحصل خلل في المفصل نفسه، فالمفصل بقى ايه يحتاج يجز يعني اكتر او يعض اكتر على السنان.
السن مثلا يعني حضرتك اللي انت كنت شايفه بدري قوي ان هو يشيل فيه دروس كتير كان قد ايه؟ يعني مثلا في العشرينات والثلاثينات ما في ناس بتشيل سنه بدري كم درس مثلا؟ في مثلا ناس شايله مثلا اربع دروس او خمس دروس، شفت ناس كتير يعني، شفت اربع او خمس دروس وفي سن صغير خالص. دي حاجه. الحاجه الثانيه تناول الاطعمه الحمضيه بشكل كتير او مفرط فيه، لان الاطعمه الحمضيه بتبقى فيها احماض، والاحماض هي اكتر حاجه بتذوب الكالسيوم من السنان. تمام. فبيحصل الابريشن دوت اللي هو التاكل دوت. تلاقي مثلا تناول الاطعمه الحمضيه بشكل مفرط فيه، او مش معنى كده احنا ما تاكلش، لا انا اكل بس بحدود. بالظبط. الافراط هو اللي غلط دايما. تمام. كل حاجه لو زادت عن حدها بتنقلب ضدها. تمام. لكن طول ما انا اصلا باكل حاجه، باخد حاجه بقدر. تمام. زي ما ربنا كده سبحانه وتعالى قال في القران: وكل شيء خلقناه بقدر، يعني كل حاجه بقدر اصلا. الاطعمه الحمضيه مثلا اللي هي مثلا اللي هي الليمون والحاجات اللي فيها ليمون والحاجات اللي فيها خل، الحاجات اللي فيها كل الاحماض. تمام. البرتقال. لا، الحاجات مثلا اللي هنحط عليها تحتها، نحط جنبها علامات استفهام كتير. لا لا طبعا الحمضيه، يعني مثلا ليمون، عصير ليمون مثلا، تناول عصير ليمون بشكل كتير، او تقل عصير ليمون قوي. لان الليمون بيبقى مفيد في فيتامين سي، بس ما اخدوش مثلا 3 اعلام في اليوم. تمام. يعني هي كوبايه واحده في اليوم كفايه لو انا هاخدها فعلا بانتظام كل يوم. لو جينا نتكلم بقى عن العلاج. علاج التاكل. ما هو علاج التاكل على حسب بقى، حسب حجم التاكل ده بقى وصل لغايه قد ايه. لو هو تاكل بسيط ممكن مثلا يتعالج بكمبوزيت، يعني يتعالج بحشو ابيض، حشو ضوئي لون السنان. لو هو تاكل بسيط مثلا ابريشن بسيط. تمام. لو هو تاكل كبير بضطر ان انا ممكن اعمل كراون، يعني ممكن اضطر ان انا اعمل تحضير للسنه واركب لها تربوش، يعني لازم عشان اعالج ابريشن، لان مشكلته انه بيوصل للسنسيتيفيتي بعد كده. يعني الابريشن ده بيبدا بتاكل وبعد كده يعمل حساسيه في السنان، يخلي السنان دي تبدا توجع، تبقى مؤلمه. لان هو كل ما بيحصل تاكل كل ما طبقه المينا بتقل، كل ما بقرب من العصب. يعني هي بتختلف من واحد للتاني طبعا. الحاله دي تحكمها لما تشوفها. اقدر اقول علاج، يعني علاجها هيكون ايه، بس بتروح بين الحاجات دي كلها. تمام. تمام. عايزين نصايح عامه يا دكتور في الاخر كده، يعني للوقايه ولصحه الفم والاسنان. نهتم، ما انا زي ما طرحت في اول حلقه كده، انا نبدا الاهتمام من اول مرحله الحمل لغايه بعد الولاده. لان زي ما قلت لحضرتك مثلا، يعني من ضمن الحاجات اللي انا كنت يعني بنبدا عليها، نفس الام الطفل حتى قبل اسنانه ما تطلع تنضف له. تمام. لان دي حاجه مهمه جدا، لان الانسجه المخاطيه اللي جوه الفم اللي بتبطن الفم دي واللسان والحاجات دي انسجه حساسه جدا. لازم نهتم بيها، يعني بتجيب شاشه مبلوله بس ميه وبتنضف بعد الرضاعه والكلام ده كله، ما سيبش الحاجات دي يحصل اكيميليشن، يحصل ترسيب للحاجات دي جوه البق. تمام. ويجي يحصل التهابات، تيجي مثلا زي ما قلت حاجه قبل كده، مثلا تلاقي الطفل مثلا بيحصل منه رياله او الحاجات دي كلها اللي اللعاب بيسيل منه. وهي اصلا مش عارفه ده لسببه ايه، تقول ده بيسنن. لا، هو قبل مرحله التسنين ممكن يحصل الكلام ده، لان انت بتسيبيه ما بتنضفيش بقه. تمام. فنهتم بالاول قبل السنه ما تطلع، بعد السنه ما تطلع نهتم بالسنان اللبنيه. لو ما قدرناش زي ما قلت حضرتك في اول الحلقه، نهتم بالسنان، نلحق السنان الدائمه. تمام. هي مراحل تنظيف. تنظيف طبعا السنان دي حاجه معروفه، اول نصيحه السنان. تمام. الصبح وبالليل تنظيفها ده مهم جدا. تمام. تمام. ان انا مثلا اهتم طبعا بصحه اللثه نفسها بتاعتي، بان انا احاول ان انا دايما اتابع مع دكتور الاسنان بتاعي وابص عليها، لان ممكن يكون مش شرط يكون في وجع عشان ابقى محتاج دكتور اسنان. دي النقطه اللي عايز اقولها مهمه جدا، يعني مش شرط ان اروح يكون في وجع، يكون في وجع. لو استنيت الوجع يبقى انا كده وصلت لمرحله صعبه. يعني لو استنيت الوجع ما فيهاش علاج. الوجع بيقول لا فيها علاج، بس قصدي اقول لك ان المرحله بقت اصعب من اللي قبلها. يعني لو انا استنيت، عشان كده المتابعه مطلوبه. بالظبط كده. المريض المصري للاسف ودي نتيجه نقص طبعا حضرتك عارف الثقافه والكلام ده كله في مصر، هو للاسف بيستنى على نفسه، ما بيروحش لما توجع. ودي اصلا وحش جدا، لان انت المفروض انا بتابع مع دكتور السنان دوريا كل 6 شهور. لان لو جدد حاجه في الست شهور ده، لو الاسنان ماشيه بشكل طبيعي، لو ماشي بشكل طبيعي مفيش وجع اصلا كل 6 شهور. بروح عمال على الاقل بعمل مثلا تنظيف جير، على الاقل مثلا بهتم بشوف الدكتور يشوفني مثلا ايه الدنيا عندي. في عندي مشاكل مثلا جدت او حاجه جديده تبقى لسه في اولها فتبقى بسيطه. دايما العلاج في الاول بيبقى سهل جدا. يعني مرحله العلاج في الاول بيبقى سهله جدا، كل ما انت بتستنى على العلاج، وده على فكره مش عارف في الاسنان بس، كل ما بيبقى اصعب في كل التخصصات. تمام. كل ما يكون اصعب. يعني لا قدر الله، لا قدر الله مثلا في موضوع الاورام. الاورام دي بتبدا بحاجه بسيطه جدا. تمام. يعني بتبدا بقرح وحاجات بسيطه جدا زي ما قلت لحضرتك قبل كده. تمام. قرح بسيطه قوي تبدا تبقى دي انديكيشن لاورام. لو انت سبت الحاجات دي وما عالجتش في الاول وما اهتمتش وما رحتش تابعت وعملت تحليل او اطمنت شفت ايه الوضع، ممكن توصل لا قدر الله حاجات كبيره. تمام. في نهايه حلقتنا بشكر حضرتك دكتور مصطفى محمود، اخصائي جراحه الوجه والفكين. احنا بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، اتكلمنا عن نزيف اللثه، واتكلمنا عن مشاكل الفم والاسنان عند المراه الحامل، واتكلمنا عن التهاب اللثه المصاحب لفتره الحمل، واتكلمنا عن تقويم الاسنان، واتكلمنا عن زراعه الاسنان، واتكلمنا عن تاكل الاسنان. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، استنونا وحلقه جديده وعياده الصحه. السلام عليكم.
للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.